انا احمد يعني ناس اتكلمت كتير على اختيارات كوبر بالنسبه للعيبه كتير جدا وايضا في مركز حراسه المرمى, واتكلموا على المهدي سليمان. قال المهدي سليمان لعيب كبير طبعا, انا محترم وبحبه جدا الحقيقه, ولكن هو الفتره الماضيه مع سموحه ما كانش على المستوى المطلوب. في الاسماعيلي عواد كان واقف على رجليه بشكل كويس. راي حضرتك على فكره الاسامي اللي حضرتك بتقولها دي هو قوام اللي انا قلته قبل كده معاك. قلت الشناوي وإكرامي, محمد الشناوي, محمد عواد, والمهدي سليمان, وبسام, والسعود. عديت لك 7-8 أسامي. كل دول ولطفي, وعلي لطفي طبعا من القوام الأساسي جدا كمان يعني. المهدي كان واخد أفضلية شوية عشان الموسم اللي فات أفريقيا تاني دوري تاني كاس, ودوره بارز جدا. والحته اللي انت اتكلمت فيها دي مهمه جدا ان انا يعني افهمها يعني. بس الناس دايما بتفكر يا كابتن انت حضرتك تتكلم لا احنا هكمل لك مهم جدا. انت لما بتبقى مؤمن بامكانيات حد, الواجب اللي اتعمل ده هو اللي لازم كان يتعمل. هو الاخطاء اللي وقع فيها في المباراتين اللي قبل المعسكر اخطاء فنيه بدنيه ذهنيه, يعني عدم تركيز, اخطاء بتتصنف يعني. فمش مش مش في المهدي من الناحيه الفنيه يعني. اسالهم في المعسكر عامل ايه يعني. في المعسكر في دبي خد مني 1000 جنيه عشان صدت 9 ضربات جزاء في المعسكر. الرياكشنات بتاعته ملفته جدا لكل الناس. لا هو جون كويس, انا بتابعه جون كويس, ولد محترم. فانا قناعاتي شخصيه قويه انه حاجه كويسه. اخطا ما ينفعش ان كل واحد يخطا, يبقى ما فيش منتخب. ما كل اللعيبه بتخطأ. طب ما إكرامي باص الكره للراجل في الكونفدراليه وخرج الاهلي, ماخدوش. مؤمن بامكانياته وعارف انه جول كويس. تعال شوف بقى رد الفعل على المهدي بقى في الماتش الاخراني. الشرطه وسموحه نجم المباراه وصاد ضربه الجزاء, وما فيش مصر, ما فيش حد في مصر ما تكلمش عنه. مش معنى كده انه يعني يرتاحوا, لا, ان انا كل ما هيخطأ هضمه. لكنك في حاجات يعني عندي انا بالنسبه لي يعني نفسيا, زي ما اتكلمنا مثلا في كهربا كان فردي وما كانش ليه لسه كوبا ما طلعوش. انا كسبان 4-0 ولعيب عندي مهم, ويعني اقول له انا جنبك اهو مساندك, حتى لو انت مش يعني مش هيبقى مؤثر لو طلعته ولا هتغلب ولا مسانده للاخر الماتش ده. بعد كده بتكلم معاه اقول له انت مفرط في الفرديه او انت كذا او انت كذا. فبرضه في حاجات صغيره بعض تروح على بعض الناس, لكن ما تروحش عليا انا. انا مؤمن بامكانيات الحارس ده جدا ككاركتر وكفنيات وككل حاجه, فاساعده واقف على رجليه, وده اللي حصل بالحرف. لكن انا عواد, اسامه يعلم تماما انه اول معسكر كان موجود معانا عواد, معسكرين وهو في النادي المصري, جايبينه من النادي المصري مش من الاسماعيلي. يعني من الناس اللي فعلا تستحق فرصه, وهيبقى موجود معانا لسه. احنا هنحارب لو ربنا كرمنا قدامنا 2-3, ودول ولاد كلهم. عواد 23 سنة, المهدي 26 سنة, الشناوي 23 سنة. عصام الحضري على رادار المنتخب ولا الموضوع خلاص كابتن؟ مفيش حد مش على رادار المنتخب. مفيش حد, إذا قلت لك مش على رادار المنتخب يبقى أنا مش محترف. عصام الحضري الكابتن شوقي غريب يحتاجه ولا محتاجوش؟ يحتاجه. في إمتى؟ في آخر المباراة. في الآخر خالص, في آخر لقطة. ممكن نحتاجه زي كده يعني, ما فيش مشكلة. لكن طبعا تفكيرنا واستراتيجيتنا يعني اعتقد الناس فهمتها تمام. كابتن أسامة, يعني برضو هناك انتقاد شوية للجهاز الفني او لمستر كوبر او حضراتكم, ان الناس حاسة ان انتوا سمعتوا اول الاعلام بعد الماتش الاول, لعبتوا بطريقة معينة او بفكر معين, ثم الاعلام نادى على 3 لعيبة بشكل قوي, مصطفى فتحي, حسام غالي, عبد الله السعيد, ودول التلاتة ما كانوش على رادركم بشكل كبير. يعني حسام غالي كان بره ودايما الاعلام كان بيتكلم عليه, ما كانش في الحسابات او في العنصر الاساسي, بدليل ان هو هناك ما ابتداش ولا اتغير. انا اسف, اتغير. مصطفى فتحي خارج التشكيل خالص, بيعود اساسي من جديد. عبد الله السعيد برضو مش موجود على رادار الراجل. انت عايز تاخد حاله حاله ولا اللي حضرتك ولا عايزه؟ لو خدنا حاله حاله, عبد الله السعيد كان موجود معانا في معسكر الامارات, مباراه زامبيا, شارك جزء منها. كان في مباراه المفروض ان احنا هنلعبها اتلغت, وكان المفروض ان احنا نجرب مجموعه اكبر. هو كان هيبقى ليه دور في المباراتين, بقى ليه دور في مباراه. ادي حاله. حسام غالي من فتره كبيره قلنا ان كل مباراه وليها ظروفها,
كل ماتش وليه ظروفه. الملعب في تشاد محتاج نوعيه معينه، محتاج نوعيه لعيبه معينه، محتاج لعيبه باص معين، الملعب ضيق هناك، المساحات هناك مش تتواجد. حسام غالي اتكلمنا في ان حسام غالي هيبقى ليه دور، وهيبقى ليه دور الكابتن، وهيبقى ايوه زي ما قلت لك احنا بندير مباراه من خلال 180 دقيقه هنا في برج العرب، الاستاد، الملعب، الامكانيات، تقدر تستفيد بحسام، تقدر تستفيد بحسام. مصطفى فتحي وناس كتير كانت بتعجن في الكلام بتاع مصطفى فتحي. مصطفى فتحي كان واخد راحه في نادي الزمالك، تعبير قوي قوي يا كابتن تعجن. ما اصل انا سمعت اليومين اللي فاتوا ايه ناس كتير بتتكلم. نتكلم واحده واحده. انا لما بخش معسكر ببقى عامل حساب ان انا هلعب مباراتين او مباراه. لو هلعب مباراه كفايه او 22 لاعب. طيب انا لو هلعب مباراه وعندي 5 ايام كفايه 22 لاعب. طب انا لو هلعب مباراه وعندي 10 ايام، لا مش كفايه 22 لاعب. طب انا لو هلعب مباراه وعندي مجموعه محترفين بيلعبوا في اوروبا قوامهم 5 او 6، هخش المعسكر بكام؟ وانا هفضل مستني المحترفين دول هيوصلوا لي قبل المباراه ب 48 ساعه، اخش المعسكر بكام؟ تعرف تحسبها؟ لا، ليها حسابات وليها حسبه كده. انا لما دخلنا المعسكر بتاع ماتش تشاد عارفين ان احنا هنلعب 180 دقيقه، عارفين ان احنا رجعنا من مباراه تشاد اللي هي كانت مباراه واحده، رجع عندنا 3 ضحايا اصابات. اذا لما هيكون عندي مباراتين ممكن وارد جدا يكون عندي اصابات، ممكن يكون عندي غيابات، كروت، ممكن يكون عندي كروت طبعا زي ما كابتن احمد بيفكرني. كل الحاجات دي حسبة انت بتحسبها. لو كلمنا على كيس مصطفى فتحي، مصطفى فتحي كان واخد اجازة وكان اسمه معلن من ضمن اسامي المنتخب الاولمبي. وانا قاعد في المعسكر، احنا دخلنا المعسكر يوم 5 يوم 6 يوم 7 يوم 8 محمد صلاح اصيب قدام عين الناس كلها، كان من القوام اللي موجود داخل المنتخب. مصطفى فتحي كان واخد اجازة من يوم 4، لما جه انضم عندي انضم يوم 8 يوم 8. اذا الفتره اللي من 4 ل 8 كان مصطفى فتحي فين؟ في الراحه، في راحه سلبيه. طيب المجموعه اللي انضمت معاك من يوم 5 واشتغلت معاك من يوم 5 في الحاله البدنيه والحاله الفنيه، هل من المنطق والعدل ان انا اجيب لعيب من البيت انا استعنت بيه لان انا محتاجه؟ صح، لكن حالته البدنيه مش زي اللعيبه اللي متواجده معايا في اول يوم. هل من المنطق والعدل ان انا ادي الراجل ده تشات في تشات حتى لو امكانياته عاليه واخسر ثقه لعيبتي اللي موجوده معايا واخسر امكانيات لعيبتي اللي موجوده معايا؟ ده عدل منتخب مصر انا بكلمك، لان كل اللعيبه كلها امكانياتها تساعدها ان هم يشتركوا ويبداوا المباراه. ادي النقطه بتاعت مصطفى فتحي. اذا لما مصطفى فتحي اشتغل من يوم 8 معانا لحد يوم اليوم الماتش الثاني كان 17، يبقى عندك فتره ترجع زمنيه يرجع فيها. عشان كده اللي يقول لك ان احنا سمعنا، وبعدين اللي يقول لك مثلا يعني على سبيل المثال كان هنا حد قال لك احنا نبعت ممكن، انا اخسر اللعيبه اللي موجوده معايا. انا عامل حساب حد في الاستوديو هنا يعني في مجموعه ناس وصلوا حاولوا يوصلوا لي بشكل او باخر ان احنا عندنا فلان جاهز عشان عندكم فلان اتصاب وفلان يقدر يسد مكان فلان. طب وانا المجموعه اللي انا بديرها اللي هم ال 24 اللي احنا بنديرهم ال 24 25 اللي انا عامل حسابي ان انا هلعب بيهم مباراتين اخسرهم عشان هو ميدو طلب توصيل رساله لحضرتك ومستر كوبر ان نادي اسماعيلي نادي كبير. تمام، فقلت له اكيد انتوا عارفين. لا على فكره